أسعد الله أوقاتكم أعزائنا المشاهدين في كل مكان. النشرة الجوية نقدمها لكم. في البداية تكون أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة، والفرصة مهيئة لهطول أمطار متفرقة مصحوبة بالعواصف الرعدية على سلسلة المرتفعات الغربية من محافظات صعدة شمالا وحتى تعز جنوبا في فترتي الظهيرة والمساء، فيما يكون الأجواء باردة نسبيا أثناء الليل والصباح الباكر، وتشكل الضباب أو الشابورة المائية على محافظات حجة المحويت وعلى محافظات عمران صنعاء وذمار. وعليه فإن المركز الوطني للأرصاد الجوية ينبه الأخوة المواطنين خاصة سائقي المركبات من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب أو الشابورة المائية. أما الأجواء على المناطق الصحراوية صحوة بوجه عام مع ظهور قطع من السحب المتفرقة. السواحل الغربية للبلاد غائم جزئيا بسحب طبقية خصوصا في فترتي الليل والصباح الباكر، مع احتمال هطول أمطار خفيفة متفرقة ورياح تصل سرعتها إلى 25 عقدة. الخميس قطرة تكون الأجواء عليها غائمة جزئيا مع أمطار خفيفة متفرقة وتصل سرعة الرياح إلى 15 عقدة. وهنا نحذر الأخوة الصيادين ومرتادي البحر من اضطراب البحر وارتفاع الموج والذي يصل إلى 3 أمتار على السواحل الغربية ومدخل باب المندب. في الختام أعزائنا المشاهدين نشكركم لحسن الإصغاء والمتابعة، ونترككم مع درجات الحرارة العظمى والصغرى. دمتم في أمان الله.